راديو الأهرام يقدم بنت قلبي مع عبير المرسي. أهلا بك يا بنت قلبي. حلقتنا النهاردة عن التمرد، هنتكلم عن أسبابه مع الدكتورة إنجي عقل المتخصصة في علم الاجتماع الثقافي بكلية الأداب جامعة القاهرة، وهل التمرد مرتبط بالتغيرات النفسية والفسيولوجية في سن المراهقة؟ وهل هو سبب في الانفعالات الشديدة عند بناتنا ورغبة منها في البحث عن ذاتها ولفت الانتباه في مرحلة تشكيل الشخصية في الفترة اللي بنتكلم عنها؟ وإيه أعراض الشخصية المتمردة؟ خليكي معانا واسمعينا يا بنت قلبي. الدكتورة إنجي عقل المتخصصة في علم الاجتماع الثقافي بكلية الأداب جامعة القاهرة، أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. النهاردة هنتكلم عن التمرد. مين هي الشخصية المتمردة؟ وعرفينا إيه هو التمرد الأول. الأول أنا عايزة أقول إن بناتنا في السن ده بيبقوا هم حصيلة البيئة اللي تربوا فيها، وهم نتاج تعامل الوالدين وأسلوب تربيتهم في المرحلة العمرية دي. البنت المتمردة هي نتيجة بيئة مضطربة وسلوكيات ضد القيم وأخلاقيات الأهل، فالتغيرات بتطرق على البنت في المرحلة دي. لازم نعرف إن في تغير فسيولوجي في هرموناتها، بالتالي بيأثر على ردود أفعالها وإنفعالاتها، وبتؤثر أيضا في الصورة الذهنية اللي بتكونها وبتشكلها البنت في هذه المرحلة العمرية. طب يعني ممكن نقول البنت دي متمردة من خلال، يعني لو وصفتنا بالطريقة اللي هي المبسطة قوي، ايه صفات البنت المتمردة يا دكتور؟ هنلاقي البنت في المرحلة دي عندها عناد، عند على طول العند المطلق، عندها حزن شديد، عندها انفعال، عندها غضب سريع، عصبية على طول، عصبية في اضطراب عندها في الهوية. فإحنا لازم بمعنى ايه اضطراب في الهوية؟ اضطراب في الهوية اللي هو عندها توتر وقلق، عدم ثبات يعني، وعدم ثبات تمام في شخصيتها. بالتالي بنلاقي ان الام ما فيش لغة حوار بناء معاها، ما عندها، تفتقر الى لغة الحوار البناء. ومقصود بلغة الحوار البناء ان انا لابقى فيه توعية، يبقى فيه قرب من بنتي في الفترة دي، لازم يكون في تشجيع، لازم اكون في احتواء. ايضا مهم جدا ان احنا نحتوي الام والاب، مش كده؟ طبعا الاسره عموما طبعا يعني. بس هي في الفتره دي البنت بتبقى محتاجه حضن الام اكتر من الاب. حضن الام ده مهم جدا، هي بتفتقد الامان في حضن امها، بالتالي بتشعر بالاحساس بعدم وجود الصداقه والاحساس بالغربه وعدم الانسجام والتفاهم مع الاخرين. طب دكتور، يعني صفة التمرد عند البنت بترتبط بالتغيرات اللي هي مرحلة البلوغ، المرحلة التغيرات النفسية والفسيولوجية، كلمينا عن النقطة دي لو سمحت. احنا كده بنتكلم عن فترة المراهقة. فترة المراهقة هي فترة الانتقالية من فترة الطفولة الى الرشد. لازم تعلم هو جيداً. انا اعتقد مع احترامي هو مش الرشد قوي، هي مرحلة الطفل الكبير يمكن بيقولوا عليها كده، التكوين اللي هو الجسماني والعقلي والنفسي. هنا بتبقى البنت عندها اضطراب في الهوية، مش عارفة نفسها، مش عارفة أنا مين، أنا في أنهي مناخ، أنا في أنهي بيئة أنا عايشة فيها. بيبقى عندها قلق وتوتر مستمر. ساعات بيلجأ بعض البنات إلى الانطواء، يعني فيهم كده نظرة تشاؤمية للحياة، ملل وزهق باستمرار. عايزة أقول إن ده بينتج من خلال إن الأم ما عندهاش القدرة على معرفة فترة المراهقة. لازم يبقى تعلم جيدا ايه المرحله اللي بتمر بيها بنتي. انا بنتي بتمر بمرحله انتقاليه من الطفوله لمرحله اكبر سنا، فيها اكثر وعيا. بنتي بتبحث عن ذاتها في هذه المرحله، فانا عايزه اكون اساعدها ازاي بقى. اساعدها ازاي؟ لازم اشجعها على ايه؟ لازم اشجعها دايما على كل قراراتها، لان هنا في هنا تشكيل في اتخاذ القرار في مرحله بتمر بيها. بس القرارات اللي هي غلط هشجعها عليها ولا؟ لا طبعا. انا لما اكون قريبه من بنتي
اكيد بالطبع ان هي هتثق في رايي. لازم يبقى في صداقه ما بيننا، لازم اتعامل مع بنتي انها صاحبتي. أيوه. وفي نفس الوقت انا ما حاسبهاش على قراراتها، دائما انها بتفعل الصواب. المثل هو بيقول لك ان كبر ابنك خويك، هنا لو كبرت أيوه. بنتك خويها خليها صاحبتك اختك كده. يعني بالظبط كده. المفروض يتبعوا الاهل. احنا بنفتقر للحته دي جدا في الوقت الحالي، وخاصه الموضوع ده منتشر جدا. لما الام تبقى قريبه من بنتها والبنت تحكي بلا خوف، لازم بلا خوف تمام. يعني بلا خوف تحكي، وعشان تقدر تحل وتعالج اي مشكلة عندها. اشوف انت رجعت النهاردة، انا عايز اعرف اخبارك عاملة ايه. لازم يبقى في لغة حوار دائمة. لازم يبقى في سياسة موحدة ما بين الاب والام في طريقة التربية، ادارة الاسرة وتربية طبعاً. الاطفال بمعنى ايه سياسة موحدة؟ يعني ما ينفعش ان انا احدى الاطراف يوافق على موقف او سلوك تتبعه البنت يرفضه او يعارضه الاخر، الطرف الاخر. بالظبط كده. لازم اعيش بنتي في مناخ عائلي صحي. اعتقد ان برضو انت حقيقتيلي انها وسيلة للفت الانتباه. طبعا. طيب ايه مظاهر لفت الانتباه عند البنت في المرحلة دي من خلال اللجوء للتمرد؟ ألاقي البنت عندها قدرة على الاستفزاز، بيبقى في رد، في غضب سريع، في رد بأجاف. ألاقي بنتي بتتصرف تصرفات ضد القيم ومعايير الأسرة، يعني تصرف شاذ عن المعتاد بتاعنا. اللبس مثلا، بتلبس لبس انا ما بلبسوش، ما ينفعش، عيب مجتمع، هي بتلبسه، نوع من انواع اثبات الذات والتمرد. هو في طبعا ده، وده ما هنيجي على نقطه مهمه جدا حضرتك قلتها لنا يا استاذه عبير، اللي هي التمرد على الحياه، على حياه والقيم والمعايير اللي بتضعها الاسره. ده هنيجي نقول في دراسه فعلا تمت في علم الاجتماع، يعني دراسات عديده ايضا عن البنت في السن مرحله المراهقه بتنظر الى الام ازاي. زي ما احنا سالنا الامهات كتير، انتوا شايفين بناتكم في المرحله دي عاملين ازاي، لازم برضو البنت سالناها ازاي بتنظر الى الام في هذه المرحله العمريه اللي هي مرحله خطره من 12 ل 20 سنه. لقينا البنت تقول لك انا مامتي عصبيه جدا، متحكمه، مامتي عايشه في عصر السبعينات والثمانينات، يعني قديمة قوي، مامتي بتتدخل في شؤوني. فمن هنا نقدر نقول ان الام لازم تدي مساحة كبيرة للبنت انها تتحرك فيها. لازم، ما انا مش انا بلبس زي معين لازم افرضه على بنتي. لازم برضو اديها مساحتها حسب الفئة العمرية اللي احنا بنتكلم طبعاً. عنها طبعا. اديها مساحة، اديها مساحة في خصوصية بتاعتها. مش معنى انها بنتي يبقى انا متحكمة. لازم استأذنها، لازم احترمها، لازم اتعامل معها بعقلانية وبحكمة، اساهم في تكوين الشخصية بمعنى اصح. طبعا. انا عايز اعرف يعني هل احنا ممكن نلجأ لمتخصص نفسي او اجتماعي لو الموضوع اصبح ظاهرة مرضية؟ طبعا. هو في مراحل بتمر بيها البنت بتوصل لمرحلة فعلا محتاجة إلى طبيب نفسي. زي مثلا إن هي تبقى عندها، في بنات ما بتقدرش تعبر عن مشاعرها، فبيحصل كبت داخلي للمشاعر السلبية اللي هي تعرضت ليها من الظلم والاضطهاد والتفريق في المعاملة، أيضا إلى التهكم واللوم وعلى طول مستمر. ده بيؤدي إلى مشاكل نفسية كبيرة جدا في المستقبل. طب ادينا كام نصيحة كده لمواجهة ظاهرة التمرد عند بناتنا، وإزاي نحن نخرج بيهم من المرحلة العمرية لبر الأمان؟ أقول لكل أسرة أنا عندي بنت في مرحلة المراهقة وعندي بنت متمردة، خلي بالك بنتك صاحبتك. خليها لنا مثلا حضرتك نصايح في شكل خطوات يعني. حاضر. أول حاجة لازم أن أنا أكون دايما عندي لغة الحوار البناءة مع بنتي. أيوة. دي نمرة واحد. دايما أديها تشجيع. لازم أعزز من ثقتها في النفس. لازم أديها الموعظة الحسنة. لازم أبرز مميزاتها، مش دايما أقول العيوب بتاعتها. لازم كفاية نترك بقى اللوم والعتاب والقلق اللي بيصير البنت دايما على طول، أنت بتعملي أنت، اللوم ده ابعدي عنه خالص، تخليها تثق في نفسها أكتر. أيوة. بنعزز ثقتها بنفسها. لازم أقول لها أنت عندك حاجات جوانب كتير حلوة استغليها وتشاركيها اهتماماتها.
واشجعها كمان طبعا، واشاركها الاهتمامات بتاعتها، واشجعها على اي هوايه هي بتتبعها، اي نشاط هي بتقوم بيه، واديها اهتمام. يعني اعتقد التمرد بيبقى مرتبط بالعند شويه الى حد كبير، ازاي تفصيلي ما بين العند والتمرد وبحيث ان الموضوع يبقى ابسط في التعامل مع البنت؟ اللي هو العند بيولد العند، ده يعني دي لازم نعرفها. يعني ما ينفعش ان الاسره اصلا بتتبع اسلوب العند واقول اصل بنتي عنيده. لا، يعني لازم ان انا اخدها بالراحه بهدوء وبحكمه وانا اكثر عقلانيه منها، فلازم ان انا احتويها في الفتره دي، لازم احتويها. بالتالي مش هخلي بنتي عنيده، يعني هي مكتسب، العند ده مكتسب. مش مفيش حد بيتخلق موجود في الدنيا بصفات معينه، لا، ده هو العند ده مكتسب، زي مثلا الكذب مكتسب. دكتورة إنجي عقل، في ختام حلقتنا أنا بشكرك ونورتينا في راديو الأهرام. شكرا لحضرتك، أنا كنت مبسوطة جدا وأنا معك النهاردة. مرسي جدا. شكرا. بنت قلبي مع عبير المرسي.